هي تعمل لك الفارق. شوف لي هيدوس، شوف لي هيدوس، نعم الإعاقة موجودة وركلة الجزاء موجودة. شوفها التدخل كان بالفعل في هذه اللقطة من زاهر الميداني، وبعد ذلك هيدوس يحصل على ركلة جزاء صحيحة، وقطر عندها فرصة للتقدم في هذه المباراة. واحد من أهم اللاعبات وينشر الفرح في كل مكان في هذا الملعب في قطر بعد الهدف الأول من ركلة جزاء تسبب فيها هيدوس وسجلها بنفسه. هل يملك خارطة الطريق لإعادة العنابي إلى الطريق نحو روسيا 2018 بروح الشباب بمهارات لاعبين المنتخب القطري، طبعا على رأسهم الهيدوس.